عقدت السلطتان التنفيذيه والتشريعيه اجتماعا مشتركا لمناقشه مشروع قانون باعتماد الميزانيه العامه للدوله للسنتين الماليتين 2023-2024 المرافق للمرسوم رقم 34 لسنه 2023. ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع معالي السيد علي بن صالح الصالح صالح <applause> رئيس مجلس الشورى فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفي بداية الاجتماع أكد معالي رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية تضع مصلحة المواطن وتحسين مستوى المعيشي في صميم أولوياتها وهو ذات الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية ويأتي ذلك تنفيذا للتطلعات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم متواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيدا معاليه بجهود رئيسي واعضاء لجنتي الشؤون الماليه والاقتصاديه بمجلس الشورى والنواب والفريق الحكومي المعني باعداد الميزانيه العامه للدوله وما شهدته الاجتماعات المستمره من مناقشات مثمره اتسمت بالمسؤوليه الوطنيه والجديه والالتزام في تحقيق التوازن المالي واشار معالي الى حرص السلطه التشريعيه في العمل على تحقيق التوجيهات الملكيه الساميه لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين واخضاع كافه البرامج للمزيد من التطوير وبما يلبي الاحتياجات الاساسيه للمواطنين ويوفر الحياه الكريمه لهم. من جانبه اكد معالي رئيس مجلس الشورى ان التوافق والوصول الى مسارات مشتركه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه في مناقشه بنود وتفاصيل مشروع الميزانيه العامه للدوله يعتبر تجسيدا لتوجيهات جلاله الملك المعظم بشان استمرار التعاون والتنسيق من اجل المصلحه العليا للوطن وتعميق مبدا التشاور القائم مع الحكومه الموقره برئاسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذكر معالي رئيس مجلس الشورى ان استمرار بحث ومناقشه المرئيات وللاطلاع على المقترحات البناءه ودراستها مع الحكومة الموقرة يؤكد الحرص والاهتمام بصوغ مشروع قانون الميزانية بما يساند المبادرات والخطط التي تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين وتفتح الافاق امام الوصول الى التوازن المالي مؤكدا اهمية تضافر الجهود ومضاعفة العمل من اجل تقديم مشروع متكامل يسهم في استدامة التقدم والنماء لمملكة البحرين وينهض بالمجالات التنموية المختلفة كما تقدم معالي رئيس مجلس الشورى بالشكر والثناء لمعالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني والفريق الحكومي منوها بمساعيهم الدؤوبه وحرصهم على توفير البيانات والاجابه على الاسئله والاستفسارات التي تطرح بشان الميزانيه. من جانبه اكد معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني ان مصلحه الوطن والمواطن تمثل اولويه قصوى لدى الجميع ولاجلها يتم تسخير كافه الامكانيات المتاحه والجهود والمساعي والعمل بروح الفريق الواحد. بالتنسيق والتشاور مع السلطه التشريعيه واشار معاليه الى ان المبادئ والاسس التي تم الارتكاز عليها عند صياغه مشروع القانون باعتماد الميزانيه العامه للدوله هي الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص واعده للمواطنين والالتزام ببرنامج التوازن المالي والاستمرار في تحسين كفاءه الخدمه الحكوميه وتطوير الاداء، لافتا معاليه الى ان هذه الاسس ستكون منطلقا لتحقيق الاهداف المرجوه في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوه الشرائيه للمواطن، مشيرا الى مواصله تسخير كافه الجهود من اجل تبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي وبما يحافظ على القوه الشرائيه للمتقاعدين. واكد معاليه استمرار الحكومه في تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج بالتنسيق والتشاور مع السلطه التشريعيه